ينضم إلي هاتفيا السفير محمد بدر الدين مساعد وزير الخارجية السابق. سيد سفير أهلا بك. أهلا مستر. سيد سفير، يعني كيف ترى ما يمكن أن يتحقق في الشكل السياسي وكذلك في الشكل الاقتصادي؟ ده فيما يتعلق بمشاركة الرئيس في اجتماعات الجمعية العامة. يعني خلينا نوضح أمر أساسي، إنه الجمعية العامة الاجتماع السنوي أو الدورة السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة هو حدث دولي مهم بيتيح لقادة الدول المختلفين تبادل الرؤى وعرض القضايا وعقد مشاورات ثنائية بالإضافة إلى المشاورات الجماعية في الإطار الدبلوماسية متعددة الأطراف اللي بتمثلها الأمم المتحدة. بهذا الشكل يعني هي منبر مهم طبعا لطرح القضايا الخاصة بمنطقة الشرق الأوسط وبالعالم العربي، وطبعا كما يؤسفنا جميعا أن هذه القضايا عديدة ومتنوعة، والضغوط الشديدة التي والتحديات التي تواجه الأمن القومي العربي والعالم العربي عديدة ولا حصر لها، وكلنا نعلمها بدءا من الأزمات في سوريا واليمن وليبيا بالإضافة للقضية الفلسطينية الأساسية، واليوم تضاف تعقيدات جديدة خاصة بالمسألة بالوضع في العراق فيما يتعلق بسعي القوى الكردية أو بعضها لطرح مسألة استقرار كردستان عن العراق، هذا بالإضافة لقضايا التنمية والتنمية المستدامة والتحديات العديدة التي تواجه البشرية في هذه المرحلة. وبالتالي المشاركة في هذه المناسبة هي دوما حدث مهم، وطبعا مش معناها انه القضايا بتحل، لانه كثير من القضايا كما نعلم نحن نصاحبها منذ سنوات طويلة، ولكن بالنهاية هذه المشاركة مطلوبة وأساسية وتتيح التأثير إذا بدأت بعض هذه المسائل في التحرك، فضلا عن أهمية طرح وجهة نظر مصر فيما يتعلق بهذه القضايا وغيرها. هناك هوامش في المشاركة، هوامش سياسية في اللقاءات الثنائية، وهناك أيضا مشاركة الرئيس في اجتماع مجلس الأمن وإلقاء كلمة في جلسة مجلس الأمن، لكن هناك أيضا نوع آخر من الفوائد هي الفوائد الاقتصادية، فيما تتمثل؟ الفوائد الاقتصادية تتعلق بأنه تواجد الدول وما يؤكده هذا التواجد من استقرار وانتظام للحياة بيعطي رسالة مهمة جدا للمستثمرين وللشركاء الاقتصاديين بأهمية الاستثمار والتفاعل التجاري والاقتصادي مع هذه الدولة، وبالتالي هذه فرصة دوما يجب أن نحرص عليها، ولأنها بتقدم الكثير من الخدمات والمزايا للاقتصاد وللدول المختلفة. طيب، الحقيقة أنه جاءنا الآن هذا الخبر العاجل حيث يلتقي الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع البروفيسور كلاوس تشواب المؤسس والمدير التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي، وذلك بمقر إقامته في نيويورك، وذلك في مستهل زيارته الحالية إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها 72. هذا ما كنا نتحدث عنه، لقاءات مع بعض الشخصيات العالمية، وبالتالي يعني نفس الفوائد التي يمكن أن تعود على مصر بالنفع. تعليق حضرتك سيد سفير. يعني هو ده بيتفق تماما مع ما سبق قوله، إن دي فرصة مناسبة للقاء القادة في العالم وللتفاعل بينهم وتأكيد يعني مدى استقرار الدولة ونقل وجهات نظرها، وبالتالي يعني كل هذا الحياة بيصب في خدمة الهدف أو جزءا من الأهداف الرئيسية لهذه المشاركة بالتواجد في نيويورك وممارسة أقصى قدر ممكن من النشاط بهذا الصدد. شكرا جزيلا لك سفير محمد بدر الدين مساعد وزير الخارجية السابق.